الناحية التانية عندهم عارف الوومبو كومبو، عندهم الوومبو كومبو بوتنشال، بحد زي الوكونج مثلا لما بيعمل انجيج وبعد كده تلاقي الاور ممكن الازير فول اب في نفس الوقت اللي طبعا الالتيم النامي. يمكن جيس كيلز يسيب الفيرست والسكند دراجون ويبدا يظهر، وبالفعل الظهور دلوقتي فيها البوت لين. اول جانك حصل لو اتش بي هيكون الناتلس والفيرست بلاد كاب على كل اللي حصل فيها البوت لين، وبالفعل خلاص ستيبنج فورورد باي ذا تايم هيكون هنا تواجد الاي بيرفكت من الليليا والاول ان فلاش اوت. مش هتكون سهله انك تهرب من السيتويشن ده، خلاص موجود 3 فيرست 2 فيها البوت لين كل الاولى بالنسبه لليليا، والثانيه ممكن تكون لصالح لديكاري، وبالفعل كايسه بالسكند كيل. اتوقع ممكن نشوف دبل تيليبورت لو الفايت انا ستارت، ولكن شايفين جلابه محاوره ان هو يبيت، وبالفعل كولج موجوده من اللوشن، تيليبورت موجود من اثنين توب لينرز وكمان من الميد لين. ازير شادو بيحاول انه يجي فايت المناسب والدمج من ناحيه الريد تيم، سايكلون موجود من ناحيه جيسكيلز، التمت من ناحيه الاورن، ولكن جلابه بالكل هنا الاولى على جيسكيلز. محاوله ثانيه هنا بورو يجي في الوقت المناسب كل اولى على نادرس، دور على الثانيه ولكن بيرفكت بينج فضى خطر صعب انه يخش سيتويشن ده. ليليا بيحاول يدور على كيلو بالفعل هي على اللوشن، ولكن الفانشمنت من فريق ابعال هيكون جاي بسرعه مهوله. ليليا لو اتش بي بيحاول ان هو يكايتن دامج هنا من فورو، ولكن فورو بيحاول ياخد اللوك داون مش هيقدر، لان جلابه في النهايه ياخد عليه الكيل ريدن على ثانيه من ديكاب، وفريق عبال وصحاب لا زالوا واخدين تو فيرسس تو فيها البوت لين وشهدوا تجريعه، ولكن في النهايه جلابه الكلمه الاولى والاخيره. طب الكل بالنسبه للكايسا والتريبل هم عوده، ولا زال ساندر كلاودز يقدروا يكبروا اكثر واكثر الفارق اللي حاصل بين التو تيمز. تواجد دلوقتي البارون والدراجن بعد دقيقة، ولكن بيرفكت بين لو اتش بي موجودة من الكايسا والكالينج هنا، مش هتكون قادر تاخد الكل. هنا جلابة هيعمل هنا البلوك المطلوب، اورن يجي بالالتمت، والالتمت هتكون جاية كمان من الزرس كافي انها تاخد الدبل كل. بالنسبة للكايسا لو اتش بي هيكون هنا بورو باي ذا تايم، الاي او اي دامج اللي هيطلع عليها هيكون انسين، ولكن يعود مرة ثانية هنا ازير بالباك لاين عبال يقلبوا التيم فايت. بورو بالشات داون على جلابة، التمت موجودة من شادو، شوف الاي او اي اللي هيكون طالع عليه دبل سهلة جدا، الكل على ليليا بيحاول يدور على الكل على شكل لو اتش بي، اورن بيستخدم الفلاش بدخوله هنا في التيم فايت. لو اتش بي هيكون فريق ابعال، والريد تيم ممكن يحاول يلعب على سلو تيم فايت كالعاده، ولكن شوف هنا الجراب موجوده من ديجلا، لو اتش بي هيكون بور والستيل موجوده من ليليا، التيمت موجوده من النامي، ولكن في النهايه شادو ياخد الكيل على ليليا قصاد الناحيه الثانيه، جلابه ياخد الكيل على الايتروكس، شات داون موجوده مهمه على الايتروكس، ولكن لازال شادو عايش كل ما شادو يكون عايش الخطر لسه موجود. لو اتش بي ولكن على مين؟ جلابه دبل وتريب المطلوبه الكايسا مش عارف، لازم بطريقه ما ابعال يورونا حاجه عمرنا ما شفناها، هذا هو الحل. ولكن البوك على طول، وخلاص عودة مرة تانية، جلابة بالكل على نامي، التمت موجودة من زرس فروم ديستنس، ولكن شادو بيحاول ان هو يبعدهم، وخلاص المحاولة فشلت للكل الأولى والثانية والأخيرة دلوقتي. لسه راح تندر كلاودز زي الجسم كاملة على جيس كيلز معاه الستوبوتش، ولكن باي ذا تايم برضه هيفول لون الموجودة فورو لازال بتستنى الفايت. هل هنا الايتريكس يقدر يكون عامل فارق ولا لا؟ الشوت داون المطلوب على الكايسا، ولكن لازال 3 فيرسز 1 كتير قوي يا فورو، بيحاول مرة تانية جيل فولز ان هو ياخد الكل او جول رينكر اكشلي، لازال بيحاول ان هو يستنى الفايت تطور مساعده، ولكن في نهايه المطاف 4 فيرسز 1 يستنى فيهم مستقبل افضل على الاقل بالنسبه لليوم. خلاص خلاص النكسس اوبن، وصعب يكون هنا الكلام. انت اوريدي واخد تيم كومب معروفه، جالي وكميل، جالي وكميل، ما ينفعش يكون عندك كميل بيهايند، اتس نوت ان اوبشن بالنسبه لك، لازم كميل تبقى اهد. عشان كده اتجه دلوقتي على البوت لين بعد اتجاهه للريد باف، ما راحش على البلو، قرر ان هو يروح على البوت لين. فلاش موجوده هنا من راست، ولكن كلاون صعب يخرج من السيتويشن ده حتى مستخدم الفلاش، وبالتالي فيرست بلاد للمره الثانيه للسبينرز. دول يروح مره واحده ياخد تريد ان هو يكون معاه وان شوت بوتنشال، ولكن الدراجون هيكون لصالح فريق نجمه جالاكسي. وبوست هنا دراجون فايت هيكون حاصل من ناحيه فريق انوبس، على طول جامب شوتر موجوده من التريستانا، هيرز انترنس من الجاليو، ولكن تو ليت خلاص فريق انوبس معاهم الافضليه. شايفين الدمج طلع من جون دات في النهايه، مونكي يقدر ياخد الدبل كل المطلوب بالنسبه له، بيدور على التريبل بالفعل هياخد الالتيميت والتريبل، ومونكي هيوج تريبل كيل دلوقتي بالنسبه له. غطي غطي الجول يكفي، يعطيكم الصحه مش عايزين نشوفه خلاص. اوكي هوكمان فيفر على طول برست على الجاليو، وذس تيم فايت مكمل. شوف احنا على طول السنتر موجوده من مونكي بعد ما قدر ان هو يستولي على جاليو، تليفورت موجوده من ميزا، فايف فلاش موجودين من تحت انوبس، البرست المطلوبه جندت بيحاول ان هو يطلع دمج على مونكي، طلع بره التيم فايت، ولكن لازال لو اتش بي هيكون له معنى. فيفر في الباك لاين موجود، ميزا بيكمل تريسكي الاولى بالنسبه لرن، بيدور على الثاني لو اتش بي هيكون برتنار، وفيفر باللوك داون في النهايه برتنار ياخد عليه الكل، لازال مكمل التريد، والبلو تيم يعود مره ثانيه في التيم فايت، ولكن طول ما رن عايش لازال انوبس عندهم امل. الدمج المطلوب طلع من ميزا من رن، لو اتش بي هيكون هنا كلاونز، وفي النهايه مش هيكون قادر ان هو اسكيب. عوده مره ثانيه المونكي في التيم فايت، بيحاول ان هو يدور على الكل على راسه، هيلاقيها بالفعل هارت بريك من الفيجو. الفايت على التنين مش يطول شوي،
مونكي بالكاتش على راسته، ولكن التريبورت كمان موجوده من الريد تيم. محاوله مره ثانيه كيف دينو يعمل اللوك داون المطلوب، بالفعل شوت داون سهله جدا بالنسبه لهم على مونكي. الناحيه الثانيه ميزا لازم يحاول يسكيب، ولكن فريقه قرر انه يقول ان كيل الاولى بالنسبه لسايكن، هل يقدر يهرب ولا لا؟ في النهايه اللوك داون المطلوب عليه مش هيقدر يهرب، لو شيرين يحاول نوباي كايت، ولكن عوده مره ثانيه الميزا لسه معاها الالتيميت او اتش الالتيميت فارد اب لسه مش موجوده معاه في فرق الكاتش المطلوبه بالنسبه للسبيسنج. فريق الوبس 3 فيرسس 4 عوده مره ثانيه لسايكن، لو اتش بي هيكون رن بالكيل الاولى على جوان، يدور دلوقتي على 3 فيرسس هم الباقيين من نجم جالاكسي. نعم كنش بالرينج مره ثانيه، ولكن لازال سايكن ورن موجودين على الباك لاين وما عليهمش الخطر، الدمج هيكون موجود وكافي وهيميكر بالميزه موجود الدمج. هل يكون ليهم كلام تاني في اخر تيم فايت ولا انوبس ينهوها وانس اند فور اول؟ ميزا لو اتش بي شو ستوبر موجود على الباك لاين دلوقتي، لازال الهي ميكر شفت دامج هيرز انترنس موجوده مع الجالي، ولكن البرست من جندت على الباك لاين، لازال رن عايش ولازال البرست المطلوبه هنا السنه، ياخد الكيل على ميزا تطلع حتى ثانيه في فريق فيك الكيل على برت نار. لو اتش بي هيكون فريق هنا نجمة جالاكسي، والكل بالنسبة للرين الأولى بيدور على الثانية، لو اتش بي هيكون جوندات محاولة الهروب من كلاوز هتكون فاشلة، دبل بالنسبة له جامب شوت مرة ثانية تريبل للرين، ودلوقتي معاهم تطور هل تكون كوادرا، وبالفعل الرين يفعلها دلوقتي مع أنوبس يغول كوادرا كل فريق أنوبس، والجيم بطبيعة الحال يا جماعة ستيتمنت واضح. انا حاسس ان احنا بنقول نفس الجمله دي في كل الجيم اللي بتتلعب، اللي هو افويد الايرلي والعب على الميتا كده. الميتا كده الميتا هي الميتا دلوقتي بتحكمك هل تسكيور الكيل ولا لا. الاستيك مش هتكون قادر انها تسكيور الكيل، ولكن في الميدين نشوف هنا على طول تواجد متشير في الميدين عشان تسكيور الكيل. اكاش والفرست بلاد لفوكس جيمنج، وهذا الحق يحط ضغط كبير جدا على فريق فوكس جيمنج. اوكي الاول ان 3 فيرسس 3 ريتد، كان عارف ان الريد المطلوب، ولكن فوكس جيمنج لو مانا هيكون على زايا وعلى توشيرو ويحاول ياخدوا التريد، ولكن لو اتش بي هيكون السبورت على فروزن فوت على خاطر لازال على الباك لاين موجود. سانك الاولى بالنسبه ريتد، الثانيه بالنسبه له الدبل يدور على التريبل، ولكن اكاشي يجي فاتر مناسب عشان يسكيور لنفسه دبل كيل على الفانشير، كان ممكن يكون تريبل لو كان سان. الشامبيونز نتاعها مقارنه بالشامبيون تاع راد مش احسن شيء لي. وتشير يرد عليا مره ثانيه، اتجه على الميد لين ودلوقتي بيثريت ماجد، ولكن ماجد بالديمونيك اسنشن الكيل الاولى بالنسبه له على تشير، وبدور على الثانيه على كاشي وماجد دبل كيل لسه فيها البوتين كمان. هنشوف جيو بيبيك الكيل على لونا تلوز فيها كل بلو تيم، وفي النهايه ميرف عليه اللوك داون بيحاول ان هو يهرب، ولكن الكيل الاولى على فروزن والثانيه ممكن تكون على ميرف. لو اتش بي هيكون سان بيهرب هنا من السيتويشن، وفي النهايه جيو بيحاول ان هو ياخذ الكيل وسهله كده بالنسبه له، والايس لفريق رعب ربي يحسن الخاتمه. ولكن على النقيض الاخر شفنا اكاشي بياخد كيل هنا سولو كيل 1 فيرسس 1 على ماجد وصدها على طول في التوب لين. كندريد موجود المعاقب ودلوقتي بيحاول ان هو جيو يهرب من السيتويشن اللي محطوط فيه صعبه، 1 فيرسس 3 صعبه جدا. ريتد يعود مره ثانيه، بانشمنت من ناحيه فوكس والالتيميت من كندريد مش هتكون سهله، لوناتيك هياخد الكيل والالتيميت موجوده من اور، اللوك داون من فروزن، وتاني دلوقتي من الضحيه بالنسبه للوناتيك دبل كيل فوكس يعود. لكن اوكي راند ستار فول من اكاشي ومحاوله لايجاد الكاتش، بالفعل الستانر موجود على سان، اركن شفت منه بيحاول انه يلعب بالكايت مع جيو، ولكن فور بلايرز موجودين عليهم، والبرست من تشيرو الشوت داون للوناتك والدبل بالنسبه له، التريبورت موجوده من ماجد، هل تكون التريبل ولا ماجد يكون قادر انه هو يحل المعادله؟ بالفعل شوف الدمج طلع من عنده لسه معاه الالتيميت ديمونيك اسنشن بيسهل له انه هو ياخد الكيل الاولى على تشيرو ويدور على الثانيه، سبورت لسه موجود معاه، تريبل كيل مع ماجد، كوادرا كيل مع ماجد، اداء رائع على هذا السويت. جيب البنتا الاتجاه على 50-50، ولكن تشيرو لازال بيحاول انه ياخذ 50-50، هل يقدر ولا لا؟ ريتد ستيل شوف الدمج هيكون طالع من عنده على الباك لاين، كمان ماجد موجود بالالتيميت موجوده كمان مش كافيه، تشيرو هيكون الضحيه الاولى بالنسبه لسان، وريتد لازال بيدور هنا على كنز اكتر مع فريقه بعد اخذ الدراجون دبل بالنسبه لسان، وسان دلوقتي انليش لازال ريتد هنا موفينج فروت بالكيو، ماجد بالكيل على اكاشي كبرز من باقيين لو اتش بي، دلوقتي بقى واحد شوت داون بالنسبه لريتد مش بالباقي مقابل 51000 جولد بالاضافه الى البارون باور بلاي. هل انه قادر فوكس جيمنج يرجع من بعيد ولا ماجد ما يهتمش ما يكترثش بالتاور يستحم تحت السيد، لكن تشيره في خطر على طول الكيو وراها سنة على طول جراند ستار فول موجودة من اكاشي، ومحاولة اخيرة بالنسبة لفوكس جيمنج ان هو يدوروا على منع فريق رادا من نهائي جيم، ولكن معهم البرباك معهم البرست والكيل الاولى على اكاشي، دوروا على الثانيه التيميت الموجوده من ماجد تساعده في السستين وتسهلوا الكيل الاولى على ميرف، ودور دلوقتي على الكيل على لونا تكلوج فيها هيقولوا في النهايه محافظين لحد دلوقتي على الصداره البطولة يا جل. In my opinion صراحة يعني شوية حاسس ان مش هيبقى فيه عركة قوي في البوتلين، حاسس اكتر حاجة هتبقى ميد لين، لان لما يكون عندك تشامبيون زي ايريليا لايريليا التشامبيون ده ما بيعرفش يلعب باسيف، هو يعني يا بيموت يا بيموت. تأخر واضح هنا من ناحية كودي على الريد باف،
اي سكيور هنا لجوان السكاترو ممكن كمان يسكيور جانج في الميد لين على ماجيك محاوله منه لسه معاه الهي ميكر ممكن يحاول السرفايفر لكن في النهايه فلاش اوت لسه فولو مكمل من اجواج في البرسل هيكون طالع من عنده سايفر هيفيك الفرست بوت بكل سهوله لسه كمان فيها التوب لين تريد حاص ما بين الاورت ما بين الفيورا في النهايه ووفو يعني تعتبر جانج كانت ممكن مساعده هنا ان جيك يعملوا كراش ويف وبالفعل نجحوا في ده ولكن لازال ميميك بالبانشمنت وبايك كمان يجي على طول هنا الريناتا مش قادر انها تسيف ميميك ميميك لكن الثمن بتاعها ما كانش صغير اجنوم ليك ماي هيل مره ثانيه بالكيل ممكن يحاول ياخدها على الاجنوم وبالفعل فانك اكيد جاي من عنده ولكن لسه في الريفر تريد حصل من اجواد بين كودج في البرس اللي طلع من عند الجوين كودي لو اتش بي الفولو جاي دلوقتي من سايفر لو اتش بي ولو مانا ولكن لازال موجود هنا مع فريقه ليك ماي هيل يعود مره ثانيه معهوش الالتيميت الاكسبيوت ولكن معاه ماجيك الهوك هتلاند على سايفر واللوك داون هيكون موجود عليه وبالفعل الكيل الاولى بالنسبه له وبالنسبه لسايفر يشوت على كودي اولموست دبل كيل بدل سايفر بيدور على الترابل وفو كمان فيها توب في الالتيميت ياخد كيل وفريق تشيكي حابب ان هو يوصل لمرحله متاخره في الجيم ولكن الهوك من ليك ماي هيل هتلاند على ميميك لو اتش بي هيكون اكيد الفوك اللي حاصل وراء طول كلينس شوف هيكون التريد دلوقتي اللي حاصل والخطر على ليك ماي هيل مش على ميميك وصل لمرحله كان قادر هنا انه يبانش ليك ماي هيل وفي التوب لين مره ثانيه شايفين هنا ودي صعب يخرج من سيتويشن تصيفر بالتشيس مع اجواد والكل بكل سهوله وتخير انه يتراجع يخلي الزملاء ويتصرفوا ليك ماي هيل اوكي وات الكايت اللي جاي من عند ميميك 3 دراجونز موجودين مع جي كي ولكن ليك ماي هيل يدور على الهوك وبالفعل الانكور الموجود دلوقتي من انفنسبل والدمج على الريناتا كيل الاولى بالنسبه له ميميك بوضع خطر دلوقتي لان كودي خلاص معاه لسه هارت بريكر ريسات اولموست ياخد الكيلو بالفعل بالنسبه له الشت داون على ميميك تليبورت موجود من البوست اوف لينرت ولكن يعود مره ثانيه اجل هل يجدي هنا التحرك على التوب لين ام لا في النهايه سايفر يتلاند عليه الهوك وبالفعل يحاول ياخد الوان فيرسس 2 كودي بيحاول يدور على الستاند بالفعل هيلاقيها على سايفر ولكن الريسات ممكن تكون موجوده لك ماي هيل لو اتش بي بيحاول انه يهرب هارد بريكر موجوده سايفر بالهوك لكن الانتر دلوقتي موجوده معاه هل يقدر تسنين فايتك كده ولا لا شوف ده مش هيكون طالع لك ماي هيل سايفر يعود مره ثانيه للتريد معاه الفول ستاكس الناحيه الثانيه خلاص السول بقى دلوقتي موجود معاه ماجيك بالفلاش هيقدر هنا انه ياخد الالتيميت الموجوده على سايفر يحاول يتسنين فايت اكثر من كده ولكن خلاص صعب الموضوع عليه اكثر واكثر الناحيه الثانيه جي كي للمره الثانيه بيستخدموا تواجد اغلب الفريق على سايفر في التوب لين ان هم يحطوا بريشر من ناحيه اخذ الباور في البوت لين الويف لسه كمان موجوده في الميد لين فبالتالي لازال فايت بكمل من لوست ايسبورتس اي او اي انكور موجوده من ناحيه لوست ايسبورتس عوده مره ثانيه لاجواد شوف الدمج البرس هيكون طالع دلوقتي هي ميكر من ناحيه ست شوت ناجحه ان هو تخيل دي سرفايف وميمك بالكيل على كودي وجي كي مش مكملين على النكسس معاهم البارن معاهم الادفانتج ومعاهم كمان كل ما يحتاجون عشان يحصل الصمب ايرلي هيبقى فيه بريشر جامد قوي على الركان ولوكونج الماي اوبينيون يعني هم دول اللي ممكن يكسبوا والسيب ميس هيكون عارف تواجده دلوقتي دين كمان بيجي يمكن يحاول يكاونتر جانك ولكن انسين على طول باللوك داون والفول الموجود من ايدي وفرصه لسه مش هتلاند على اي بلاير منهم ويحاول مره ثانيه دين يكمل التريد على تلف دور دو اتش بي فلاش اوت موجوده منه ولكن في النهايه الفيرست بلاد بالنسبه له تكون اسهل ما يمكن مصر لوكميس انه يلعب الجيم كل من دون فلاش مرة ثانية دي يخسر فيها السامنر بتاعه سكريم لما حالة مازال عنده الفلاش وكما قلت انت يعني وكونغ ما شفناهوش في التوب لين ولكن سينيو هنا على طول بتشوف سوبر بيحاول يدور على الكلا على فينج لو اتش بي والاجنايت اكستيك التميتر في النهايه مش هتكون كافيه يا سينيو انها تسيف هنا مينينز بتفيفر سينيو انلاكي يعني بلاي بصراحه بالنسبه له ولكن شايفين دلوقتي في الميد لين الاثنين سبورتس موجودين ولكن في النهايه سرافين شوف الدمج بالاجنايت جاجرنت الكل بالنسبه له على شادو ووكر شادو ووكر في الميد لين التريد كبيره عليه وفي التوب لين شوف تريد هنا مره ثانيه سينيو ولكن ريفنج يعود ياخد التريد هي ميكر موجوده مع سينيو الالت هل هتكون ريدي عشان ياخد بيها الالت على دين ولا لا دين في النهايه استخدم الدبل الوقت المناسب هيكستك التوبيتا موجوده لسه معاه هي ميكر ولكن بعد تايم دين ياخد الكل بكل سهوله في الميد لين كمان في تريد لسه مكمله ما بين الووكر وما بين هنا اوكي سايكلون مش هتكون دراجون اه اعتقد دي سي مش عارف اوكي يعود مره ثانيه في الميد لين شايفين ريفنج ودلوقتي فورمان موجودين في الميد لين كيل الاولى بالنسبه لريفنج على ايريو يدوروا على الثانيه على انسين وفج اخر جاجرنت جيل فورس اللي قدام ياخد الكيل ولكن حاسش عندهم فرصه اعتقد بالفعل كمان لسه كنا هنتكلم عن دين وخطوره دين ولكن دلوقتي ممكن يجت كوت بالبرس دامج شوف على طول هنا سايكلون موجود على دين والفولو اب الموجود من جاجرنت سكريم يعود مره ثانيه مع فريقه حرفيا جاجرنت هيسيح شادو بوكر بالكيل الاولى يدور على الثانيه على تلت لورد لسه معاه الهيل لسه معاه الفلاش ولكن معهوش الجيل فورس خلاص استسلم لامره امر واقع موجود عنده دلوقتي ان هو هيفول لكن في النهايه سكريم روح رياضيه يقف يرقص جنبه خلاص احنا اصحابه
تطور. والنكسس دلوقتي اوبن بالنسبه لفريق جي ان جي. في النهايه انسين جراند انترنس اخيره التيميت موجود هنا من الجن، ولكن